هنقول لكم عن افضل اللعيبه اللي هتحتاجوها في الجوله 36. اول لاعب معانا، لو هتجيب حارس مش هتلاقي افضل من بيكفورد حارس مرمى ايفرتون. بيكفورد جاب 28 نقطه اخر 3 جولات في الدوري الانجليزي بعد ما خرج ب3 كلين شيت. بيكفورد اكتر حارس جاب نقط في الفانتزي، جاب 141 نقطه ونسبه امتلاكه اكتر من 15%، فمش هتلاقي احسن من بيكفورد انه يكون اساسي معاك في اخر 3 جولات في الموسم. تاني لاعب معانا الكسندر ايزاك، الراجل اون فاير في الفتره الاخيره، جاب هدفين امام شيفيلد يونايتد في الجوله الاخيره وبقى ينافس بقوه على لقب الهداف، وممكن جدا نلاقيه بياخد الحذاء الذهبي في نهايه الموسم. ايزاك جاب 147 نقطه وعنده كمان دبل في الجوله 37، فممكن تعتمد عليه ولو عايز تكابتنه كمان كابتن. ثالث لاعب معانا كود بالمر، اللي مسجل 20 هدف وبينافس بقوه على لقب الهداف وكمان عنده دبل في الجوله 37، فكده كده بالمر مكمل معانا لنهايه الموسم. رابع لاعب معانا وهو سون، فاق بشكل كبير الفتره الاخيره وسجل هدف امام ارسنال عشان يوصل للهدف رقم 16 وعنده دبل في الجوله 37، فسون من اللعيبه اللي هتفضل مكمله معانا لنهايه الموسم. خامس لاعب معانا الربو ايرلينج هالاند، اللي رجع للتسجيل مره ثانيه وسجل هدف امام نوتنغهام فورست الجوله اللي فاتت علشان يوصل للهدف رقم 21 ويتصدر قائمه هداف الدوري الانجليزي، وده ممكن يفضل الكابتن بتاعك لنهايه الموسم عادي جدا. سادس لاعب معانا جوردن، لاعب نيوكاسل، جاب 169 نقطه ومسجل 10 اهداف، ده غير انه من اعلى 5 لعيبه تم شرائهم في الجوله 36 وكمان عنده جدول ماتشات سهل.